السلام عليكم خوتي، تبارك الله عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. دائما كنحاول نقدم لكم الجديد مع عبد اللطيف القنوري. حنا كنتواجدوا الان في مدينه جراده اخوتي، واحد البرد تبارك الله. واش نقول لكم؟ ها هو التلج ورايا، ها هو شوفوا، الله الله الله، واحد التلج تبارك الله اللي طاح البارح والبارح، والله العظيم الى البرد، السم ديال البرد. غادي ندير لكم ان شاء الله واحد الجوله هنايا في مدينه جراده، وانتم عليكم بالباطاج والاشتراك في القناه باش يوصلكم دائما الجديد مع عبد اللطيف القنوري. والله العظيم اخوتي في هذه الوقيته هذه ما يصلح غير شي برد ديال اتاي وشي مسمنات. بابا بابا اخوتي اخوتي اش نقول؟ We'll be right back.